المعمم يكذب أكثر من شعر بدنه. المعمم كائن كذاب. المعمم إذا أردنا أن نعرفه حيوان ناطق كذاب، هذا تعريفه. هذا أينشتاين يشهد ويعطي دليل على طول عمر الإمام المهدي، دليل علمي تفسير نستفيد من نظرية النسبية الخاصة التي جاء بها هذا العقل الجبار أينشتاين، تكون دليلا تفسيريا منطقيا لطول عمر الإمام عليه السلام، وأنه لا نستغرب إذا خرج يخرج شيخ في صورة شاب يقول لك وين ما أثر في العمر. إذا نريد نخلي قضية إعجازية طبعا لا كلام على السمع والعين وعلى الرأس والعين، ولكن إذا نريد نخاطب من لا يؤمن بالإعجاز وبعضهم يشكك في طول عمر الإمام وبعضهم بدأ حتى يشكك في أصل وجود الصاحب سلام الله عليه، وهذا علميا ممكنة فيزيائيا ببركة النسبية الخاصة وليست العامة يتباطأ الزمن إذا كان السرعة قريب سرعة الضوء، وما يدرك لعل سرعته قريب سرعة الضوء يتحرك فيحافظ على طول عمره. أقسم بالله العظيم سأترك التشيع.